سلام البنات، سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ توحشتكم بزاف بزاف. فيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم فيه هاد المسمنات هادو اللي كنتمنى يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم. هاد المسمنات هادو اللي كيجيو رطبين وخفاف وهشاش ومورقين، والحشوه كتجي في المسمنه كامله، يعني ماشي بلاصه فيها وبلاصه لا، وكيجيو منسمين بالزعتر. ما نقولش لكم يعني كلمه زوينه قليله في حقهم. كنتمنى باش تجربوهم وانتم اللي غادي تحكموا بنفسكم وغادي تقولوا لي واش زوينين ولا ماشي زوينين. الصراحه انا كيعجبوني، وكل ما نذوقهم عندي عجبوه. الى عجبكم الفيديو هذا ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء وتضغطوا لايك وتنضموا للقناه باش ديما توصلوا بالجديد. ودابا غادي نخليكم مع المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 250 غرام تاع الدقيق الابيض الفورص، وعندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الفين والحرش، وعندي قبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السنيده. هادو هما المكونات اللي عندنا، يعني كنديروا قد الدقيق قد القمح. صافي، غادي نعجنهم بالماء دافي. صافي، غادي نعجن هاد الكميه اللي عندي، نجمع هاد الخليط مزيان. صافي، غادي نعجن هكا العجينه ونجمعها. صافي، كيف كتشوفوا معايا دابا من بعد ما جمعت العجينه ديالتي، فانا غادي ندلكها مزيان مزيان حتى تعطيني الطوع بين يدي ونولي نحس بواحد العجينه اللي هي رطبه وخفيفه. صافي، من بعد غادي نجمعها ونديرها في بلاستيك الغذائي. واحد النصيحه البنات، اي عجين ديال المسمنس والمعمر او خاوي او ملاوي ضروري ما تخليهم يرتاحوا اطول مده ممكنه. انا الاكثريه كنخليهم يباتوا ليله كامله الا ما كنتش دايره الخميره، وفي الغداء باش كنشكل المسمن ديالي فكيجيني مورق وخفيف بزاف. صافي، من بعد ما نخلي العجينه ديالتي ترتاح غادي ندوز معكم باش نوجدوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه، انا عندي هنايا ثلاثه ديال البصلات، خليت بصلات الدار اللي طويله، درت فيها شويه الملح، غادي نحطهم في الزبده ديال البصله. كيف كتشوفوا البصله ديالتي جات كتدهش، يعني جات طيب. غادي نضيف عليها هاد هنا جوج فلفلات وحده حمرا وحده خضرا، خليتهم ونقيتهم، غادي نضيفهم عليها. صافي، فهما غادي نحرر مع البصله، وغادي نضيف التوابل ديالي. صافي، من بعد ما تشحروا دابا غادي نضيف فيهم التوابل. عندي هنا معلقه كبيره ديال التخميره او الفلفل الاحمر، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود الابزار، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، ومعلقه صغيره ديال الكركم بلدي. صافي، غادي نحاول حتى نخلطهم باش يستافد لينا جميع المكونات. صافي، من بعد ما تشحرت لي الحشوه غادي نضيف عليها واحد الكميه ديال الزيتون اللي قطعته رقيق. غادي نضيف واحد الكميه ديال الزعتر، غادي نحاول نحكها من بعد ما سخنتها شويه، غادي نحكها مزيان. صافي، وغادي نضيفها، نخلطوا هاد المكونات. درت كيف شفتوا معايا، درت الزعتر. دابا غندير الطون، عندي هنا حك ديال الطون اللي صفيتو من الزيت، حتى هو غادي نضيفه. صافي، وغادي نخلط كلشي، وغادي نضيف واحد كميه قليله ديال القزبر والمعدنوس. صافي، وغادي نخلي الحشوه ديالتي على جنب حتى تبرد، والله باش ندوزو نعمرو المسمن ديالنا. صافي، دابا بعد ما ارتاحت العجين ديالي فانا قطعتها كويرات صغيرين، يعني قد مشماجه على هذا الشكل هذا. غادي ندهنهم كاملين بالزيت باش ما يشكلوش لي واحد القشره من الفوق. صافي، وغادي نحطهم بلاستيك غذائي، وغادي نبداو نشكلو في المسمنات ديالنا، نعمروهم بالحشوه. صافي، من بعد ما ارتاحو ليا الكويرات ديالي غادي نورقو دابا المسمن ديالنا، غنورقوه مزيان. كيف ما كتشوفو، بعد ما ارتاحو ليا الكويرات ديالي فحنا غادي نورقو هاد الكويره هادي، غادي نورقوها مزيان
احسن نحصلوا على واحد الورقه اللي هي رقيقه وشفافه كيف كتشوفوا، لان سر نجاح مسمن هو التوراق. ملي كتكون مسمنه الورقه مزيان فكتجينا خفيفه وزوينه ورطبه. وندير معلقه من الحشوه صافي، وغادي نجمعوا الجوانب بهذا الشكل هذا. يعني طريقه سهله كنحصلوا على واحد المسمن اللي زوين بالنكهه ديال الزعتر وفيه الطون وفلفل مشويه، هي كتزيد واحد اللذه واحد النكهه زوينه بزاف. صدقوني البنات الا جربتوه ما غاديش تندموا، لانه كيجي فعلا زوين زوين بزاف. صافي كنورقوا هذه حتى هي كتولي حتى هي رقيقه، الجهه اللي طوينه كتكون هي اللي من تحت. صافي وكنحطو بهذا الشكل هذا. نعاود معكم واحده اخرى نفس الطريقه، غادي نورقوا الكويره ديالتنا مزيان. غادي نديرو معلقه من الحشوه الوسط صافي، ونجمعو الجوانب نطويهم بسمن عادي. صافي غنقادو هذه هنايا، حتى هي غادي نطويو بنفس الشكل ديال الاولى. صافي البنات انا غادي نستمر بنفس الطريقه احسن نكمل السمنات ديالي كاملين وندوزو باش نطيبوهم. صافي دابا بعد ما ارتاحت ديال العجينه فانا خديت وحده قرصتها كيف كتشوفوا، كنخليها شويه على يد، يعني ما كنقرصهاش بزاف ما فيها الخميره لا والو. صافي وغادي نحطها طيب. صافي بعد ما قرصتهم فحطيتهم كيطيبوا، غادي نبقى نقلب على الجهات بجوج حتى تحمر لينا السمنات يتحمروا لينا. صافي وغادي نزل نحيدها. صافي كيف كتشوفوا معايا دابا السمن بدا كيتحمر، ها نتوما كيتنفخ كيجي مورق من الداخل كيجي بهذا الشكل هذا. ملي كنبداو نطيبوا فيه كيتنفخ وكيتحل. كيف كتشوفوا معايا دابا السمنات ديالي ها هما تحمروا بدا واحد اللون اللي هو زوين، دابا غادي نحيدهم ونحط واحد الفرايب. صافي كيف شفتوا معايا انا غادي نستمر بنفس الطريقه، غنطيب وحده ورا وحده حتى نكمل السمنات ديالي كاملين ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي للمسمن، ها انتما كيفاش كيجي، كيجي محمر كيجي خفيف وزوين. انا نقطع معكم واحده باش تشوفوا من الداخل، هانتوما من الداخل كيفاش كيجي، يعني كيجي مورق والحشوه كتجي في السمنه كامله، يعني ماشي بلاصه فيها وبلاصه لا، باقي سخون. هذا هو الشكل ديال السمنات ديالي كيجيو رائعين، كنتمنى يعجبوكم تجربوهم نتوما وتشاركوهم مع وليداتكم. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش بارطاجيوها مع الاصدقاء وتضغطوا لايك وتنضموا للقناه باش ديما توصلوا الجديد.